أسست وداد كاربونتيه وهي مواطنة فرنسية تونسية جمعية في باريس أطلقت عليها اسم أولادنا. الجمعية تعنى بنقل ثقافة تونس وتقاليدها ولغتها إلى أطفالها المقيمين والمولودين في فرنسا. ما إن تجتاز هذا الباب الأزرق حتى يخال لك أنك فعلا في تونس. علم يتوسط القاعة، أغاني وطنية ولهجة تونسية، كل شيء هنا تونسي فقط. نحن في جمعية أولادنا التي أسستها وداد كاربونتي، ومن أولوية أهدافها ترسيخ ثقافة وعادات وتقاليد تونس لدى أبناء الجالية. نحب نخدم على شخصية الطفل تطلع متوازنة ومتكاملة، يعرف أصوله وجذوره ويعرف زيدا هو موجود فين والمستقبل متاعه وين باش يكون. يعني نجم يكون يعيش في فرنسا كما نجم يعيش في تونس كما نجم يعيش في أي بلاد آخر من بلدان العالم، وهو حريته الشخصية. هنا مثلا تلاميذ المرحلة الأولى يتعلمون الرسم والتلوين والخط العربي والأغاني والأناشيد والمسرح، كل ذلك من أجل صقل موهبتهم في موازاة ما يتعلمونه في المدارس الفرنسية. أنا نعلمه الصغار كيفاش يتكلموا بالتونسي، كيفاش يلعبوا ويفكروا ويتصوروا ويتخيلوا بالثقافة العربية التونسية. في مرحلة ما سينتقل هؤلاء الأطفال إلى الطابق العلوي، هناك حيث ستبدأ الخطوة الأولى نحو الثقافة التونسية والعربية. عسلامة. تعليم اللهجة التونسية واللغة العربية والموسيقى والخط واكتشاف مواهب الأطفال جعل من عمل جمعية أولادنا مرجعا باريسيا بين التونسيين. ينشط التلاميذ أيضا في نواد للمسرح والموسيقى واللغة والإبداع، مما يساهم في تكوين شخصيتهم وغرس العادات الثقافية والاجتماعية في ذواتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اسمي ميار وأنت ما اسمك؟ أنا اسمي محمد طه. أنا حاب نقرأ تونسي، ترجم لي تونسي، وحاب نتعلم نكتب، أما نعرف نقرأ ونعرف نتكلم. عسلمة. أنا اسمي كنزة، أنا هنا باش نقرأ عربي، نعمل تياتر وزيد نعمل موسيقى، نحب المدرسة. للجمعية فروع عديدة في باريس وليون ومرسي، وتسعى للانتشار في مدن فرنسية أخرى، حيث تجاوز عدد المنتسبين إليها أكثر من 200 تلميذ. كما تم اختيار جمعية أولادنا لهذه السنة من أجل إحياء حفلات للموسيقى التونسية على مسرح الدائرة الباريسية 12. محمد الحجي، العربي، باريس. نفسنا تبقى انتي تونس يا حبيبتي، نفسنا تبقى انتي.